طب هذا اتحاد تأمل في انه يعمل حاجة في المستقبل؟ لا. هقول لكم حاجة بقى، النهاردة جلسة حوارية في سبورتس، في سبورتس اكسبو، ده معرض رياضي دولي عظيم بيرعاه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ففي جلسة حوارية عنوانها تطوير كرة القدم. استضافت مين الجلسة بقى عشان يتكلم على التطوير؟ رئيس اتحاد الكورة. طب الدكتور اشرف ماشي، طب الراجل سكرتير عام الاتحاد الافريقي جنبيه ماشي، لكن السيد رئيس اتحاد الكوره بيتكلم عن تطوير مهارات المدربين وتطوير المنتخبات وتطوير قاعده الممارسه والاكاديميات وتاهيل المدربين والتنشئه الصحيحه للاعبين وسلوك اللاعبين والحاله النفسيه للاعبين والحالة الصحية للاعبين والتعاون مع وزارة التربية والتعليم للاهتمام بالناشئين داخل كل محافظة. ده انا قربت اصدق. طب هو ممشي وسيل برنامج؟ او امشي؟ يعني ابطل الشغلانة دي؟ اللي هيعمل ده مش عارف يختار رئيس لجنة حكام بقاله شهرين؟ مش عارف لعيبة الزمالك تتأيد ولا لا؟ بيقول لك اصل انا ما اخترتش، بقاله سنة الاتحاد ده، بقاله سنة بيدير الاتحاد، بيدير الكرة المصرية واكتر. بيقول لك اصل منتخب الناشئين ولا الشباب ده ما اعرفش عنه حاجة ومش انا اللي مختار المدرب. بينط من المركب وفرقتنا لسه عندها ماتش مع السنغال، لو كسبت تصعد، لو كسبت تصعد، لو كسبت تصعد. تخيلوا محمود جابر ده لو كسب السنغال اللي يحصل، يوصل دور 8، لو كسب يوصل سيمي فاينل ويروح كاس عالم. اه والله تخيل، فيه امل متبقي للمنتخب وانت بتهين المدرب. طب سيبني انا اتكلم يا عم، اديني الراجل عمال اتكلم وافتي. سيب الناس على الفيسبوك تتكلم وعلى السوشيال ماشي، سيب الوزير حتى مش عاجبه ماشي، لكن انت اللي تتكلم. يا رب البيت جديدة دي. وهم هيعملوا كل الكلام ده. وعلى فكرة المنتخب الاول لو تفتكروا رجعنا بالزمن ليناير اللي فات، احنا خسرنا من نيجيريا وقالوا لنا، وقالوا كيروش في داهية هنخرج من الدور الاولاني والعقد كام والكلام ده، فاكرين؟ ثم صعدنا لدور ال 16 وبعدين كسبنا كوت ديفوار، ثم كسبنا المغرب، ثم كسبنا الكاميرون، ثم وصلنا فاينل وخسرنا بالسنغال. فاكرين الكلام ده؟ انا بقى بصراحه تعبت من الهري ده. ده ملعب الماكس، ودي اللجنه اللي هي بتاعه الكاف اللي بتحضر عشان تشوف ملعب الماكس اللي عليها تنقذ من المتبقي في مباراة هذه المجموعة شيئا. يمكن. وبلوم الكابتن وليد العطار مدير البطولة. طبعا احنا قاعدين نمسك في جمال علام ونمسك في الناس، بس مدير البطولة وليد العطار. انا معرفش هو في حد من اللجنة دي من اتحاد الكرة المصري ولا لا، مش شايف حد بصراحة. معرفش، مش فارقة يعني. عادي. كله عادي، كله في الوسط الرياضي عادي، كله في وسط الكورة عادي.